فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف السبيل إلى تحقيق التقوى وخصوصا ما يتعلق بالشيخ صالح في العبادات؟ السبيل إلى ذلك أولا بتعلم العلم النافع. إذا تعلمت العلم النافع لا سيما ما يعرف بالله جل وعلا بعظمته وأسمائه وصفاته وما له من الحق على خلقه، ثم تأملت حاجة المخلوقين إليه وضعف المخلوقين إليه، فإن ذلك يكسبك ويفيدك تقوى الله عز وجل، أن تتقي هذا الرب العظيم، بمعنى أنك تتقي غضبه، تتقي عذابه، تتقي سخطه سبحانه وتعالى، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه. حقيقة التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. نعم. أحسن الله إليكم.